أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور Image Processing and Computer Vision. نكمل معكم بالتعامل مع مكتبة الميديا بايب. فقد أتممنا إلى الآن التعامل مع الفيس ميش، وذلك بتكوين الشبكة الخاصة في تعيين الإحداثيات على الوجه، وأيضا قمنا برسم المفاصل وذلك في الـ Human Pose Estimation. وسوف نقوم في هذا الدرس بالتعامل مع جانب آخر وهو التعامل مع اليد، فنستطيع القيام بإدراك المفاصل وإدراك الفينجرز الأصابع، وهناك الكثير من التطبيقات التي نستطيع القيام باستخدامها في اليدين، مثلا التعامل مع لغة الإشارة أو القيام بإيماءات معينة تقوم بتفسيرها وترجمتها، وهي لاستدعائها تشبه إلى حد كبير هذه العمليات التي قمنا بها سابقا. ولكن قبل القيام بالعرض دعونا نقوم بالاطلاع على الوصف الخاص به. هنا في الموقع وفي Documentation Solutions ومن ثم Hands نرى هنا الوصف الخاص بها. سوف نقوم بكتابة التابع اللازم، وذلك من أجل تحسس هذه الفينجرز وهذه المفاصل. بشكل عام لدينا هنا ما يقارب 20 إندكسا يعبر عن هذه المفاصل والسلاميات كما نرى أمامنا. وسوف نقوم أولا قبل القيام بأي أبليكيشن بتحسس هذه المفاصل والقيام برسمها. فهنا قم بجلب الميديا هان، سوف تساوي ميديا بايب سولوشن، ومن ثم سوف نقول هاند. بعدها سوف نقول هنا قم بجلب هذه الهاند وهي تساوي ام هاند، ومن ثم هاند. جيد، من ثم سوف نقوم بدل القيام باستخدام الفيس هنا سوف نقوم باستخدام الهاند، وبعدها بدل القيام هنا بالمولتي فيس لاند ماركس سوف نقول مولتي هاند لاند ماركس، وسوف نقوم باستخدامها بكل هذه الجوانب. دعونا نقوم هنا بتسميتها مثلا H وذلك للتعبير عن هاند، سوف نقوم باستخدامها في هذا المكان وهنا أيضا في هذا الشكل. دعونا نقوم برسمها للتأكد من عملها. نرى كيف قام برسم هذه النقاط. طبعا قام بتطبيق ما قمنا به سابقا، يعني ما أقوم بالإمالة نحو زاوية معينة وجهة معينة يقوم بالتلوين باللون الأحمر، والجهة الأخرى سوف يقوم بالتلوين باللون الأصفر. جيد جدا، دعوني أقوم هنا بالتعديل على الألوان، فبدل القيام مثلا بتلوينها باللون الأصفر سوف أقوم بتلوينها باللون الأخضر وذلك الإيضاح. جيد جدا، الآن دعوني أقوم برسم الخطوط والوصل بين هذه المفاصل، فأقوم باستخدام هذا التابع، سوف أقوم بإدخال هنا الـ H، وسوف أقول بدل الام فيس قم باستخدام الام هاند، وهنا قم باستخدام الهاند كونكشنز. لنرى الان سوف اقوم برسمها اضافه لهذه التفاصيل، لا مشكله، بهذا الشكل. الان استطيع القيام باضافه بعض الابلكيشنز وذلك من اجل رؤيه كيفيه القيام بتوظيفها واستخدامها. بداية إذا عدنا للصورة فهنا بالنسبة لهذه الإحداثيات أستطيع القيام بالمقارنة وذلك من أجل معرفة ماذا كنت مغلقا هذه الأصابع أو فاتحها. فعلى سبيل المثال سوف نقوم بالاعتماد على رؤوس هذه الأصابع والتي هي 4, 8, 12, 16, 20 ونقوم بمقارنتها مع الرزق في الإندكس رقم 0 والذي هو الريست. إذا في حال كانت المسافة على المحور الشاقولي بين هذه العناصر وهذا المركز قصيرة فأعلم بذلك أنني قمت بإغلاقها، أما إذا كانت كبيرة فأعلم أنني الآن أقوم بفتح هذه الأصابع. تمام، فأقوم بالمقارنة في الهاند نسبة إلى المحور Y محور الشاقولي. لذلك دعونا نقوم بالتطبيق، فنقول هنا قم بالطباعة، سوف نقوم بأخذ هذه العينات وكما قلنا بالنسبة للY ونقوم بطرحها وذلك كما قلنا من 4 و8 وبقية الأصابع. لدينا أصبع ثاني، ثالث، رابع، خامس. نقوم بتحسين النسق ونقول هنا 8 ولدينا 12, 16, 20 بهذا الشكل. لنقوم الآن بالطباعة، ولكن قبلها دعوني أقوم بالنزول سطر وذلك من أجل معرفة أنني هنا أقوم بطباعة نسخة جديدة من هذه الإحداثية. فنقول هنا print وذلك بطباعة هذه النجوم. جيد، لنرى الآن
جيد جدا. نرى كيف أنه عندما نقوم بقبض اليد فالقيم تنخفض، وعندما نقوم بفردها فالقيم تزداد. إذا دعوني أقوم بإضافة صم، وذلك بأجل القيام بجمع هذه القيم. ونقول هنا في البداية سوف تساوي صفر، ومن ثم سوف نقوم بالإضافة عليها، فنقول صم زائد تساوي هذه القيم. دعوني أقوم بجمعها بالقيمة المطلقة. دعوني أقوم بنسخ هذه للسرعة، فنقوم بالإضافة بهذا الشكل. جيد. الآن سوف نقوم بطباعة الصم. لنرى الآن. إذا كما نرى عندما نقوم بقبض اليد فالقيمة تنخفض بالنسبة للصم، وعندما نقوم بفردها فالقيمة تزداد. ونرى كيف أن الاختلافات هنا، أعتقد بالنسبة للإبهام فهي تختلف قليلا، ولكن ربما إذا قمنا بوضع الإكس فسوف تكون أكثر. ولا ننسى أنه علي القيام بوضع اليد في الموضع الصحيح بالنسبة للكاميرا، فإذا قمنا بالتعديل عليها فسوف ينعكس ذلك على القيم ولن تكون القراءة صحيحة. إذن في حال كانت هذه الصم أصغر من 0.6 فهنا قوم بطباعة أنه اليد مقبوضة، أو بالتعبير آخر هذا يعبر عن الصفر. وإلا في حال كانت هذه الصم مثلا أصغر سوف نقوم بزيادة بمقدار 2.8، ففي هذه الحالة قوم بطباعة 1، أي على الأقل أنا أقوم بفرد إصبع واحد بهذا الشكل. دعونا نقوم بنسخ هذه. وهنا في حال كانت مثلا مساوية للواحد فقم بطباعة 2، وإذا كانت مساوية مثلا لواحد فاصلة 2 فقم بطباعة 3، وهكذا نقوم بالزيادة بمقدار 2.2 فقم بطباعة 4، وإلا قم بطباعة 5 بهذا الشكل. ودعوني هنا بالنسبة للإبهام أن أقوم بالاعتماد على المحاور الأفقية، وذلك لأن الإبهام كما نرى يمتد على المحور الأفقي بينما بقية الأصابع تمتد على المحور الشاقول. لنرى الآن. إذا كانت هذه القيم غير دقيقة سوف أقوم بالتعديل عليها. كما نرى عندما نقوم بقبض اليد فنراها صفر جيد، وعندما نقوم ببسطها نراها 5 ممتاز. ولكن دعوني أقوم بالتعديل قليلا، فأعتقد عندما نقوم بوضع 1 2 القيم تختلف. إذا أعتقد علي القيام بالتعديل قليلا على هذه القيم، وذلك لجعل النتائج أكثر دقة. فهنا دعوني أقوم بإضافة 1، وهذه مثلا 3، وهنا 5. لنرى الآن. إذا كما نرى إذا قمنا بالإغلاق فنراها 0، وإذا قمنا بالفرد نراها 5، وإذا قمنا الآن بالعد فنرى كيف لدينا 1 2 3 4 5 ممتاز للغاية. نرى كيف استطعنا القيام بالإدراك وتحسس هذه الأصابع. طبعا هذه الأعداد قد تختلف وتتباين من يد إلى أخرى، فتستطيعون القيام بالتعديل على هذه الأعدادات وهذه الأرقام، وذلك بما يناسب حركة اليد الخاصة بكم. هذا كان تطبيق بسيط وسريع على كيفية استخدام الهاند ديكشن والقيام بتحسس المفاصل وتوظيفها، وذلك في أبليكيشنز مفيدة. وتستطيعون دوما القيام بتدعيم هذا الأبليكيشن مثلا باستخدام السلاميات، وأيضا بتطبيقها وذلك على مشروع أشمل مثلا بالتعامل مع لغة الإشارة وغيرها من هذه التطبيقات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.